ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. احنا النهاردة هنعمل على المج ده حاجة مختلفة، بمناسبة بقى عيد الاضحى. كل سنة وانتم طيبين. فاحنا هنعمل على المج ده خروف. احنا مش هنعمل خروف واحد، احنا هنعمل خروفين. يلا بينا نبدأ. اول حاجة ان انا هحتاجها في الخروف الاولاني، انا هعمله باللون الاسود، وهعمل الفرو بتاعه لونه ابيض. هعجن بس القطعة بتاعتي كويس كده علشان اعرف اشتغل بيها كويس. هفردها على شكل بيضاوي كده شوية، دي كبيرة شوية فانا هصغرها حبة. يعني انتي بتاخدي بقى حاجة، يعني قطعة مناسبة كده على ان انتي تعمليها وش الخروف، فما تبقاش كبيرة قوي وما تبقاش صغيرة قوي، خصوصا كمان ان انا هعمل اتنين مع بعض، مش هعمل واحد، وانا مش عايزاهم كمان يبقى الشكل تخين قوي على المج. هبدأ ان انا افردها بيضاوي زي ما انتم شايفين كده، واحاول بقى ان انا اظبطها. الجزء اللي فوق ده انا هشيله، وهتعرفوا ليه بعد كده انا شيلته. يعني انا هشيله وبعدين هتعرفوا معايا وانا شغالة انا شلت الحتة دي ليه. هعمله بقى دلوقتي كده فتحتين مناخير، اللي هي مناخير الخروف دي بقى مش هعمل بق، يعني انا هعمل بس هما الفتحتين دول، وهعمل عين وخلاص على كده. إيه، هعمل بقى العين بالاداة بتاعتي دي. ممكن تستبدليها بدبوس، دبوس طرحة يكون راسه تخين شوية، ممكن تعملي بيه الدايرتين بتوع العين دول. بس انا كده خلاص خلصتهم. هبدأ بقى ان انا احط العين نفسها، احط بس غيرها الاول عشان اعرف الزق. وطبعا هي بقى لو حسيت ان هي صغيرة كبريها شوية، حسيت ان هي كبيرة صغريها شوية، حاولي تظبطيها. فانا بالنسبة لي دلوقتي انا الاتنين دول صغيرين، انا عايزاهم يبقوا اكبر شوية، فانا هشيلهم هكبرهم وهحطهم تاني. انا كده خلاص حطيت الاتنين، وحطيت كمان النقطة السوداء. انا خليت الخروف كأنه باصص لتحت كده، يعني عارفين اللي هو ايه، نظام السهتنة ده، باصص لتحت كده عشان هتبقى واقفة بقى قدام الناحية التانية خروفة، فمكسوف بقى والكلام ده. دلوقتي انا هعمل الجسم بتاعه. انا القطعة الداخلية دي انا مش عايزاها تبقى تخينة قوي، لان هي لسه في حاجات تانية هتتحط فوقيها، الفرو بقى. ثبتها بقى كويس كده على المج، صورها كمان شوية علشان دي برضو تخينة حبة. واظبطي بقى كده وانتي بتشتغلي كده، وانتي بتثبتيها ايه، اظبطيها بقى كده من فوق ومن تحت. ايه، هبدأ دلوقتي هعمل الرجول بتاعته، وبعد كده في الاخر خالص بقى هنشوف بقى الفرو ايه هنعمله ازاي. بصوا، انا قصيت الرجلين ازاي، الرجلين اللي قدام يعني قصيت واحدة قصيرة شوية والتانية اطول، وفي نفس النظام برضو هعمل كده في ورا، وهتعرفوا دلوقتي انا ليه ما قصيتش الاتنين نفس المقاس. هشيل بس كده الجزء ده عشان اركب الرجل وما يبقاش الدنيا مكلكعة عندي كده في الخروف بتاعي. دي الرجل القصيرة، اظبطها بعد كده هركبها بقى كده، خليها واقفة مظبوطة كده. دي بقى الرجل الأطول شوية، وهخليها جاية بميلة كده لقدام كده عند راس الخروف. عرفتوا بقى كده دلوقتي انا ليه قصيت واحدة يعني قطعت واحدة طويلة شوية وواحدة اقصر منها شوية. وهعمل بقى كمان نفس النظام ده، هعمله برضو في ورا، هقص برضو رجل طويلة ورجل قصيرة.
هقطع برضو كده الجزء ده واثبت مكانه. هو انا كده خلاص ثبت رجلين الخروف ورا. بص بقى الحركة دي انا عملت ايه، انا دمجت الرجل على فوق علشان يبقى الجسم كل واحد وما يبقاش فيه حتت مكلكعة تحت. يعني انا مطرح ما حطيت الرجلين بتاعت الخروف بقت اعلى شوية من الجسم، فانا روحت دمجاها على الجسم علشان يبقى كله جزء واحد. وهدخل كده شوية لجوه كده من عند اول الرجل زي ما انا عملت كده، علشان دي هتبقى نهاية الفرو بتاعي. يعني انا كده بحدد للفرو مكان. انا هعمل بقى الفرو ازاي؟ انا هعمل فرو مجدول بالمكبس بتاعي. جبت اللون الابيض وطلعته مبروم كده، دي اللي هي البرمة اللي مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، يعني هي الوسط. وهبدأ دلوقتي ان انا هبرمها كده، ده كده بيبقى اسمه يا جماعة خيط مجدول. هبدأ دلوقتي ان انا اثبتها من فوق كده، وهقص عند اول الابيض اللي تحت ده اللي هو الجسم الداخلي. هبدأ بقى كمان ان انا هعمل كل الجسم بتاعه كله، هداريه كله بالجدلة بتاعتي دي، واخليها كلها تبقى قريبة من بعض علشان الاسود بتاعي اللي من تحت ده ما يبقاش باين بعد كده. وامشي بقى مع الجسم بقى، يعني هو الجسم في الاول كده من قدام صغير شوية وبعد كده جاي على كبير، فانا همشي معاه كده علشان يبقى نفس النظام بتاع الجسم اللي من تحت. انا يعني هعملهم كلهم، ولو في حاجة بعد كده مش مظبوطة انا هظبطها ايه بعد ما اخلص. انا كده خلاص خلصت الخروف، عملته كله. ابدأ بس ايه اظبطه من فوق وداري الحتة اللي فوق دي، وهعمل كده برضو من تحت. ولو لو الجدلات بتاعتي دي بعيدة عن بعض شوية احاول ان انا اقربهم. المهم ان انتي ايه تظبطيه يبقى كله ايه زي بعضه كده. انا كده خلاص خلصت الجسم بتاعه، هعمله بقى دلوقتي القرنين. اهي زي ما انتوا شايفين كده، وهثبتها على راسه من الناحية دي كده، وهثبتها على الجسم. التانية دي بقى انا هثبتها على المج. ليه بقى انا بقى قطعت الجزء اللي فوق في الراس ده؟ علشان انا هعمله زي طاقية كده او فرو، كأنه مثلا ايه على راسه فرو كده من فوق. هحط بس الجزء ده كده يبقى داخلي يداري معايا القرنين كده من اولهم، القرون بتاعته ده او ودانه ديت. وبعد كده هاخد حتة من المكبس وهلفها على الجزء اللي انا حطيته من تحت ده. الحتة اللي انتي حطيتيها من تحت دي بقى مش لازم تبقى، يعني دي من البواقي، من بواقي العجينة. انا خدت حتة صغيرة خالص علشان برضو ما اهدرش من العجين بتاعي. خدت حتة صغيرة خالص وحطيتها، هي كده كده ما بتبقاش باينة. فانتي لو هتحطيها لون تاني اظبطي من فوق كويس بحيث ان اللي تحت ما تبانش. هي انا حاطتها ابيض بس هي مش نظيفة بصراحة، يعني هي متوسخة شوية عليها بقى لون اسود شوية كده وبتاع. فانا بقى يعني حبيت ان انا استغل يعني الحتة دي مرمهاش. ثبت بس كده كويس، وبعدين هبدأ الف او زي ما انتم شايفين كده الف بقى ايه كده جوه بعضها لحد املاها كلها. خلاص كده
انا كده خلاص خلصت اول خروف، يلا بقى نعمل تاني خروف مع بعض. طبعا الناس اللي اول مره تشتغل مجات او بتتفرجوا عليا اول مره، مهم جدا ان انت تحطي على المج بتاعك تغلفيه الاول بالبلاستيك الاسترتش قبل ما تشتغلي عليه، عشان تعرفي تفكي الشغل بتاعك عشان تلزقيه، لان انت لو اشتغلتي منه للمج على طول هو هيلزق بصراحه وهيقرفك، ولو حبيتي تطلعيه هيتكسر منك يعني. بس دي مش حاجة برضو كويسة ان انتي تشتغلي عليه. انا لفيت المج بتاعي وجبت المنظم بتاعي ده كده، ثبت عليه المج بس عشان ايه الخروف الاولاني ما يبص، وهبدأ ان انا اعمل الخروف التاني. انا هعمله بقى هو باللون البيج، وهعمل برضو الجسم بتاعه الفرو بتاعها او يعني فروها هي باللون الابيض. حط راسها بقى كده الناحية دي، تبقى ايه بصاله شوية. تبقى بصاله هو كده حبة. اهو كده خلاص. هعمل بقى نفس اللي عملته في الخروف الاولاني هعمله في الخروف التاني، هعمل لها المناخيرين، وبعد كده هعمل برضو العينين قريبين من بعض، وبعد كده هعمل الجسم. بس هي بقى الجسم بتاعها هي انا هعمله مختلف عن الجسم بتاعه هو. ايه او الفرو، سوري يا جماعة، الفرو بتاعها هي هيبقى مختلف عن الفرو بتاعه هو. وكمان الطاقية هتبقى مختلفة. شيل برضو الجزء اللي فوق كده، ركب العين. انا خليتها هي بس برضو الناحية التانية كده مكسوفة. قال حط بقى الجسم الداخلي زي ما عملنا في الاولاني. صغرها بس شوية عشان دي تخينة حبة، يعني هي كمان طلعت اتخن من الراس، صغرها بس حبة كده وهثبتها. اهم حاجة بس تضغطوا عليها كويس كده علشان تثبت، وعلشان لو هي ما ثبتتش لما بتنشف ما بتاخدش شكل المج، انما لما بتثبت بتاخد شكل المج. اعمل برضو بقى الرجلين بتوعها نفس النظام زي اللي انا عملته في الاولاني هعمله في التاني، برضو هعمل لها رجلين قصيرين ورجلين ايه اطول شوية. انا بصراحة كنت ناوية اعمل لكم ميدالية، بعدين غيرت رأيي وقلت اخليها مج، يعني لقيت بنات كتير عاملين ميداليات فقلت خليها مج. بس لو انتوا حابين ان احنا نعمل مع بعض ميدالية بطريقة مختلفة ابعتولي وقولولي. في بنات كتير طبعا كلمتني ويعني وبتسألني على حاجات وكده، فلو انتوا حابين ان احنا نعمل مع بعض ميدالية كلموني، ابعتولي على البيج او على او اكتبولي في الكومنتات هنا وقولولي لو حابين نعمل مع بعض ميدالية او حاجة يعني للعيد برضو.
بص بقى انا هنا الجسم بتاعها هي هعمله ازاي، هعمله ما إيه اللي هي اللفة دي، انا مش عارفة اسمها ايه، يعني حاجة شبه الوردة شوية كده. بصوا يعني هنلف كده، تمسكي طرف العجينة وتلفيها كده، ممكن تعمليها مقاسات كمان، يعني انا هعملها مقاسات ومش هتبقى كلها نفس المقاس. انا هقعد اعملها كده وهحطها كلها جنب بعض، يعني هحاول بقى ان انا اداري برضو الجسم الداخلي بتاعها كله بنفس الطريقة كده. اهو حطها انا كده خلاص اهو، زي ما انتم شايفين عملتها كلها وخلصتها بنفس الطريقة. عملت طبعا مقاسات، مقاس صغير ومقاس كبير كده، يعني مش كله نفس المقاس. حط بقى الودن بتاعتها، حط كمان الودن الناحية التانية، ثبتها على المج. حط لها بقى الطاقية بتاعتها هي كمان، انا هعمل لها الطاقية بتاعتها هي على شكل وردة. هي الحتة دي ما بانتش في الكاميرا، بس يعني انتوا ايه هتفهموها اول ما تشوفوها. يعني انا عملت برضو نفس اللي في الجسم ده اللي هي البرمة دي، وحطيتها وثبتها كويس، وهعمل بقى عليها من فوق هحط وردة. الوردة دي اللي هي العادية خالص، جبت حتة عجينة صغيرة خالص وبططتها كده على شكل دايرة، ورحت عملت لها نغزات كده من الجناب، يعني دخلتها كده دخلات كده من الجناب، فدتني في الآخر شكل الوردة اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. ثبتها كويس وانزلها لتحت، مش عايزاها تبقى مرفوعة كده. انا كده خلاص خلصت المج بتاعي، بس فاضل حاجة بس بسيطة تاني كده هعملها. هعمل لهم قلبين كده من فوق عشان يبانوا بقى ان هم واقفين، يعني بيحبوا في بعض وكده يعني. اهو اول واحد، هعمل واحد تاني اصغر منه شوية وبلون مختلف. هثبته بقى كده تحتي شوية كده، عايز تلزقيهم بقى في بعض تلزقيهم، عايز تعمليهم بعيد عن بعض انتي حرة. اهو انا كده خلاص خلصت المج بتاعي، ده كده شكله النهائي. هسيبه بس ينشف وبعد كده هلزقه. بلزق الايام دي بالكيمو بوكسي، حلو جدا جربوه. اهو زي ما انتم شايفين، يا رب يكون بسيط بالنسبه لكم وسهل، جربوه يعني. هو والله يعني ما خدش مني وقت كمان، فكرته لذيذة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت. يا رب يكون عجبكم، هوريكم الشكل النهائي في الآخر. شكرا.